كما كتشاهدوا اخواتي اخواني، هذا هو الزيتون اللي صايبت معكم، ما كاملاش يعني صايبته الخميس اللي فات، يعني الخميس والخميس 8 ايام، على اليوم يعني 10 ايام. اسرع طريقه باش تصاوبوا الزيتون البلدي، الزيتون مشقوق بلدي. هذا دابا راني غادي نحيدو من داك الماء اللي صايبت فيه في الاول، يعني اول مره غادي نحيدو داك الماء اللي درتو اول مره، ودابا غادي نردو في القرعه وندير اي حاجه حبيت نديرها معاه. مثلا بغيت ندير معاه الحار، بغيت ندير معاه يعني التتبيله، تترجع الاختيار ديالكم. كاين اللي كيدير معاه فلفله، كاين اللي يقطع معاه خيزو، كاين اللي كيدير انا هذا غادي ندير معاه فقط الثوم، نحيدو القشره ديالو اللحوفي، وغادي ندير معاه عصا سيدنا موسى، فقط الثوم وعصا سيدنا موسى، وندير فيه الماء وندير فيه الملحه. مثلا نص يعني عندي قرعه قنينه غادي ندير فيها الملحه. هذا دابا راه غادي يوجد واجد تقريبا الماكله مر، يعني البلدي تيكون مر في ظرف 10 ايام. السر ديالو هو اللي بغى يطيبو في هذه المده هذه غادي يشقوه كيف ما شاف في الفيديو، غادي يضغطو يعني غادي يقسموه على جوج، وغادي يدير فيه الحامض البلدي، الحامض البلدي ذات المر، الحامض البلدي هو اللي كيساعدو يعني طبيعي، غادي يطيب طبيعي بلا صودا بلا حتى شي حاجه. الحامض البلدي غادي نوجدو لكم في ظرف 10 ايام، غادي تبداو تاكلوه فاش تفوت ديك 20 يوم غادي تلقاوه حلو. هذه بالنسبه اللي كياخذوا مر، يعني الزيتون مر فيه ديك المروره ديال البلدي، غادي يتناولوا من دابا. يعني هذا بالنسبه لي انا عزيزه عليا ديك المروره تاع الزيتون. غادي ندير فيه دابا الملحه والثومه وصاد سيدنا موسى، وندير ليه الماء وندير ليه زيت الزيتون من فوق، واحد شويه تاع زيت الزيتون واحد الطبقه باش ما تخليهش يفسد. وغادي نبدا ناخذ منه اخواتي، لانني عزيز عليا الزيتون يكون مر، هذا هو الزيتون البلدي اللي غادي يديكم السر الوحيد كيف ما قلت لكم الا بغيتو توجدوه في اسرع. يعني انا الخميس اللي فات اللي حضرته معكم، فاليوم السبت يعني 10 ايام فهو وجد ليا كيف ما كتشوفوا. السر فيه هو نديرو الحامض البلدي، الحامض البلدي مع كما كتعرفوه مر، نديرو مع الماء. تشاهدوا الطريقه اللي عجبها اللي عجبتها الطريقه، وتحضروا سريع نكليها دير الطريقه ديالي، وتشارك مع الناس والاهل والاحباب في التعاليق باش الاخوات يستافدوا اللي بغات الزيتون البلدي يكون كيعجبها المذاق المر. فهذا هذه احسن طريقه امنه ما فيهاش شي حاجه اللي فيها فقط هاد الحامض، السر ديالها وهو الحامض البلدي. الحامض البلدي فهو كيف ما كتعرفوا المذاق ديالو حامض بزاف ومر، تقطعيه وتلوحيه في الزيتون وتفرشخي الزيتون وتسدي عليه وديري واحد الطبقه، واحد المعلقه ديال كيف ما شفتوا معايا درت معلقه ديال الملحه وطبقه ديال الزيت من الفوق، وسديت عليه لمده 10 ايام. ها هو الماء الاول ديالو، انا غادي نحيدو اللي حيدتو ليه كيف ما كتشاهدوا. دابا غادي ندير الماء وندير الملحه وندير الزيت وغادي نبدا نتناولو، لانه وجد ظرف 10 ايام. الا بغيتيه يحلى يعني بغيتيه يحلو بزاف سني عليه واحد اسبوع اخر وغادي تناوليه غتلقايه حلو. ديري فيه دابا الملحه وديري فيه الثوم اللي بغيتي، فقط انا دابا بلا ما نطول لكم غادي نلف فيه الثومه وعصا سيدنا موسى والملحه، وغادي ندير واحد الطبقه ديال زيت الزيتون ونسد عليه ونبدا نتناولو بالصحه والراحه على حساب الذوق تاع كل واحد. التتبيله راه كاين اللي كيدير خيزو، كاين اللي كيدير فيه الحار، كاين اللي كيدير فيه قزبور والثومه، وداك التتبيله على حسب الاختيار. كاين كاع اللي كيتبلو فاش كيطيب كيحيدو من الماء ديالو وكيتبلو وكيديرو في لي سوبيرات، يعني كيحيد منو الماء بحال دابا بحال الشكل هذا. وغادي دير التتبيله ديالك وديريه في البواطا، يعني في هاد الفتره غيكون طايب 100%، يعني طايب صافي ما خصوش الماء، ما خصوش يعني يبقى في الماء. نتمنى اخواتي تجربوا الطريقه اللي فيها الحامض البلدي، يعني باش توجدوا الزيتون في اسرع طريقه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الضغط على زر لايك والمشاركه حتى تعم الفائده، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن المولى عز وجل. وشكرا جزيلا. كيف ما كتشاهدوا اخواتي الزيتون ها هو غادي نبدا نغسل فيه، ضروري خصو يتغسل الا بغيتو ديروه مشقوق. هاد الزيتون هذا غادي نصاوبو حنا مشقوق كيف ما كتعرفوا كاملين، هذا هو الوقت ديال المشقوق. تبعوا معايا اللي بغات تستافد كيفاش ترقد الزيتون ويوجد في واحد الفتره ديال 20 يوم، راه هذا ديال الطريقه الصحيحه باش توجد بالزربه. اول خطوه كنديروها كيف ما كتشوفوني دابا كنغسلو، كيف ما كتشاهدوا كنغسل الزيتون ديالي الكميه اللي جبت
باش نديرها مشقوق وتوجدي ان شاء الله واحد المده ديال شهر الى طول كاع شهر ان شاء الله غادي يوجد الزيتون البلدي اللي كتعرفوه حار تيكون حار في المذاق ديالو بزاف ديال الناس تيعجبهم داك الزيتون اللي فيه الحراره شاهدوا انا كملت الكميه اللي عندي ديال الزيتون درت ليا جوج قراعي هما الحاجه الوحيده اللي درت هو زدت يعني الماء خصو ما يكون غير فوق من الزيتون وغادي نزيد الحامض البلدي داك الحامض غادي نمر الزيتون البلدي المر باش يخرج لينا هذاك الزيتون البلدي الحار اللي كيعجبو الزيتون المخلل يعني مرقد مر خلال واحد 20 يوم حتى شهر حتى 30 يوم غادي تلقاو هذا الزيتون راه وجد باش تناولو الطريقه كيف ما وريتكم غادي تفرشوه وغادي ديروه في قنينه ديال الزاج وديروا له قطع من الليمون يعني الحامض البلدي داك المر بالنسبه للماء ديالو كيتبدل كل يومين وبالنسبه للملح غادي نضيف واحد المعلقه واحد جوج معلقه معلقه تقريبا كما كتشاهد معلقه صغيره في كل بلاصه غادي نضيفو معاهم حتى واحد القليل من الزيت باش تحمي لينا هذاك الزيتون باش ما يسوفش يعني باش ما يديرش ديك الصوفه من الفوق زيت الزيتون راه زوينه راه كتحمي وكدير لنا واحد الطبقه من الفوق وكتحمي داك الزيتون باش ما يكسرش وكيبقى زوين ان شاء الله راه غنوري لكم فاش غيوجد هذه الملحه اللي غادي نديرو ونسدو عليهم مزيان الاهم هو نسدو عليهم مزيان ونحطهم في المطبخ يعني ما نديرهمش في الثلاجه ما نديرو حتى شي حاجه نحطهم غير في المطبخ عادي وغادي دوز واحد كل 3 ايام يومين نحضروا لهم الماء ديالهم اخواتي اخواني هذه الطريقه باش تحضروا اسرع طريقه باش تحصلوا على الزيتون المخلل في واحد الفتره وجيزه للتناول اخواتي اخواني الى عجبكم الفيديو يمكن لكم تبارطاجيوه مع الاهل والاحباب لتعميم الفائده كيف ما كتشاهدوا هذا هو الزيتون ديالي تبارك الله زيتون زوين غادي يوجد في واحد المده وجيزه بالنسبه لتغيير الماء من يومين 3 ايام الماء ديالو ونخلي داك نقدر نحيد الحامض ماشي مشكل نقدر نحيد الحامض نخلص منه فقط نبدل الماء ونضيف شويه الملح نبدل الماء ونضيف شويه الملح حتى يصبح داك الزيتون حلو وديك الطبقه ديال الزيت ضروري تكون واحد